Hello everyone, welcome to the galleys. Welcome our precious heart. أهلا وسهلا بكم نورتونا وشرفتونا مع الغالي. Before we start, please don't forget to like, comment, subscribe, hit the bell to be notified, share, recommend our channel, and also please don't forget to leave us your comments and your suggestion. And we thank you so much for being here. قبل ما نبدأ من فضلكم ما تنسوش تفعلوا الجرس اشتركوا في القناة وكمان ليفوا تعليقاتكم واقتراحاتكم وبنحبكم جدا وشكرا ان انتوا دايما بتشاهدونا وبتشجعونا. Today I'm going to film an educational video about how to use StreamYard app to do stream or live stream on YouTube. النهاردة أنا هعمل فيديو تعليمي عن برنامج أو إزاي كيفية استخدام StreamYard لعمل بث حي على قناة اليوتيوب بتاعتك. طبعا أتمنى أن الفيديو يعجبكم وأتمنى أن هو يكون بقدر وافي من المعلومات. طبعا لو في أي تعليق على الفيديو أو حابين أن أعيده تاني أو أي حاجة طبعا من فضلكم ما تنسوش تسيبوا في التعليق. تعالوا بينا نشوف الخطوات. طبعا أول خطوة هتدخل على المتصفح بتاعك وهناك تدخل على صفحة جوجل الإعدادية صفحة جوجل اللي كنا عارفينها وتكتب StreamYard. So the first step, you will go to Google search and write down StreamYard. معظم الوقت أول اقتراح هيجي لك اللي هو هيكون StreamYard الموقع بتاعهم أول واحد هتدخل عليه. So the first option would be the StreamYard, and you will go directly into the or click on that website. Then you will see, as you see here on the top right side, the word get started. This one, get started. طبعا لو النسخة بالعربي انا ما اعرفش, I don't know is there any Arabic version of that. او في نسخة بالعربي يبقى كويس, مفيش يبقى هدوس على كلمة get started. تمام اوكي, هيجي لك هنا هيطلب من حضرتك الايميل اللي هو متصل بالقناة بتاعتك. اوكي, so now I'm gonna start to write down my email. هبدأ اكتب الايميل بتاعي. طبعا انا مش هكتب الايميل بتاع القناة بتاعتي, انا هكتب ايميل اللي هو مش مستخدمه قبل او ما فيهوش قناة قبل كده. اوكي, انا دوست على جيت لوجين كود. طبعا هو بعت لي اللوجين كود اللي هو الست ارقام اللي هم هيبعتهم لك, بعتهم لي على الايميل اللي انا حطيته. وصلني الكود, هكتبه دلوقتي. So now I received the code number and I will enter it. Okay, here we go. Welcome to StreamYard. Onward, out. Continue. طبعا اهلا وسهلا بكم في StreamYard وكمل الخطوات. اوكي, دلوقتي حضرتك هنا زي ما انتم شايفين اليوتيوب شانل. لو انا عندي يوتيوب شانل هدوس على القناه دي. طبعا دي لسه الايميلات بتاعتي, هو بيقول لي اختار القناه او اختار الايميل اللي عليه القناه. طبعا انا مش هدخل على القناه بتاعتي دلوقتي, انا هوريك الخطوات. تمام, طبعا فرضنا ان انا هدخل بالايميل دوت. طبعا الايميل ده ما عندوش قناه, بس انا بس هوريكم مش اكتر. تمام, انا اوريدي مسيف كذا باسورد الايميل بتاعتي, فانا هخش على نيكست. So now I'm just showing you, I'm already my channel is recorded, so I'm not using my channel email yet. I'm just showing you how to set up your account. So I'm just gonna use one of my email and I'm gonna do this next. Now it's asking you to allow YouTube channel to make the StreamYard allowed on your YouTube channel. So click on allow. طبعا البرنامج بيسألك دلوقتي ان انت تخلي القناة بتاعتك تقبل الStreamYard. فطبعا مع لحضرتك ان انت هدوس على allow or you have to click allow to تخلي القناة تستقبل StreamYard. طبعا so now you click it and now it's asking you to proceed. اوكي, هنا دي خطوات مهمه. ايه بقى الخطوات ديت؟ الخطوات ديت بتقول لحضرتك لو
انت لسه فاتح قناتك. معظم الوقت اليوتيوب بيقول لك ان انت قدامك تقعد 24 ساعة، معظم احتمال انت تقعد 24 ساعة او اسمح ب 24 ساعة عشان اسمح لك بالستريم بالبث اللي هو تجو لايف. فهو البرنامج هنا بيقول لك your YouTube requires that you enable the live streaming on your channel. Don't worry, okay, and then follow the steps. Sometimes YouTube says it may take 24 hours to get your approved. أو it من الممكن يتاخد 24 ساعة لغاية ما تبقى approved إن أنت أو تقبل إن أنت تتقبل أنت تعمل بث حي. So this is so simple. If you're already doing live, you don't need, you will not need it to wait all the time. You will just have to go open your dashboard and proceed from there. Okay, this is the next step. It's go simple. It's the program. You just need to make sure it is your channel. خطوة اللي جاية خطوة تعريفية مش أكتر. إن البرنامج عايز يتأكد إن دي قناة بتاعتك فعلا. فكل اللي هتعمله هدوس على هنا. Open your YouTube live dashboard. أو افتح ال الصفحة أو المكتب صفحة المكتب بتاعة القناة بتاعتك. تمام، هدوس عليها هتوديك هناك. طبعا لو انت جاهز already، لو انت عندك قناتك جاهزة already هتبقى جاهزة تخش على طول. بس بما ان قناتي انا مش جاهزة او دي مش قناة اساسا فلازم تاخد 24 ساعة. اوكي، هتعمل هنا get started. تمام، وهنا هيسألك التعريفية او الكود التعريفي الverification code عشان يأكد ان القناة بتاعتك. كل اللي حضرتك هتعمله هتغير الموقع الدولة. هنا طبعا الديفولت الاساسي اللي هو United States، هتغيره الدولة بتاعت حضرتك. So as you see here, this is a verification steps just to make sure this is your actual channel. So it's asking you for your phone number and you're gonna change your country. Wherever you are, you're going to change your country to be matching exactly, and you will click either call me or text me. ابعت لي رسالة على الفون او كلمني بالفون. حضرتك لو انت في مصر هتغيرها تبقى ايجيبت، لو انت في امريكا او في اي حتة هتخليها زي ما هي. تمام، وبعد طبعا بتحط هنا رقم تليفونك ايا كان هو رقم تليفونك. سبميت بردك بتوصل لك الرسالة. يعني انا مثلا هحط رقم تليفوني بردك عشان تبقى انتوا شايفين. اوكي، so زي ما انتوا شايفين كده as you see I'm entering my phone number. Now I'm gonna click submit. I'm sorry. Oh, I changed my accident the country. Okay, here we go. Now I clicked United States. طبعا انا اخترت United States المدينة الدولة اللي انا عايش فيها. بعت طلبت الرسالة، الرسالة جت. هتجيلي الرقم دلوقتي هكتبه، جالي 6 ارقام هكتبه ومن هناك نكمل. So now I received the number, the verification number. I'm gonna enter it now and that's about it. So I'll submit. Okay. The StreamYard verified my channel. طبعا StreamYard دلوقتي اتأكد ان دي القناة بتاعتك. حلو، تمام 100% كده. كده ايه، انت لو قناتك لسه يدوب فاتحها هتختار تستنى 24 ساعة. لو قناتك مفتحها من بدري او اوريدي بتعمل حفلات مش محتاج تستنى. زي ما انا هعمل كده بالظبط، هخرج من هنا وهرجع لقناتي انا الشخصية. هروح ادخل لقناتي انا الشخصية. So now I'm going to sign out from this account and log on to my actual account that I log on with it. طبعا دلوقتي انت عايز ترجع تسجل دخولك للبرنامج، هتعمل ايه حضرتك؟ هتيجي هنا هتخش على ستريم يارد تاني مرة تانية، لكن المرة دي هتعمل log in او تسجيل دخول. تخش على log in، طبعا هيطلب من حضرتك الايميل بتاعك مرة تانية اللي هو طبعا بتاع القناة، بس المرة دي انا هدخل بايميل القناة الحقيقي بتاعت اليوتيوب بتاعتي. طبعا هيطلب هيبعت لي الست، هي كل مره تيجي تخش على البرنامج هيبعت لك الست ارقام مره تانية verification code. Each time you'll try to log on to StreamYard it will send you the six digit code to your email account to make sure it's you personally who is trying to use the website not any person. طبعا انا
I'm entering now the number. طبعا انا بدخل الارقام دلوقتي كده. فتح دي الصفحه بتاعه القناه بتاعتي طبعا على البتاع على البرنامج. طبعا هتعمل هنا create a broadcast او اعمل لايف تمام. هنا هتبقى القناه بتاعه حضرتك شايفها هي بتدوس انت عليها. طبعا دي قناتك انت هتعمل هنا دوس عليها. طبعا ده العنوان ده العنوان بتاع اللايف بتاعك ده الوصف بتاع اللايف ودي كلمه public اللي هو العام. وتحتها هنا schedule في schedule to for later او schedule for later معناه ان انت هتخليه بميعاد تاني مختلف. هتعمل تنزل تحت هتغير التواريخ او طبعا هتختار التاريخ اللي انت عايزه والتوقيت اللي انت عايزه. So this one will allow you to change the timing of your life if you want to make it after or before or whatever you want to do. And then create the broadcast. طبعا تفتحه طبعا هعمل تايتل ايا كان. هتعمل the broadcast هنا تعمل ال create تمام. Okay let's say test ماشي. وتعمل create a broadcast. طبعا ده ايه هيعمل خده خلاص فتح البرودكاست. طبعا بقى سكيدجول دلوقتي احنا دلوقتي هو بقى موجود. طبعا انت لما تخش تروح كل ده تعمل انت تخش على انتر هنا زي ما انت شايفين كده انتر برودكاست ستوديو او ادخل الاستوديو بتاع حضرتك بتاع استوديو تمام. طبعا لازم يكون المايك والكاميرا جاهزين على الجهاز بتاعك. هتعمل هنا لازم تخلي allow mic and cam اللي هو اقبل المايك والكاميرا ان هم يشتغلوا. طبعا هيطلب من حضرتك اي مايك وكاميرا بتوعك انت عايز تستخدمهم. فرضنا ايه الانواع لو حاجه واحده بس ماشي لو ما عندك حاجه كذا حاجه مش مشكله المهم لا خلاص. So now and then زي ما انتم شايفين كده هو دلوقتي ايه طبعا بيوريك الكاميرا بتاع حضرتك والصوره زي ما انتم شايفين مثلا الكاميرا بتاعتي وبيوريها لك تمام. هتختار هتحط اسم القناه بتاعه حضرتك. Now we're gonna put your name your channel name and you put it down there and you will proceed it will be enter let's say some whatever enter your broadcast studio here. So now تدخل على القناه بتاعتك. اهم حاجه لما تخش تفتح دي حاجه معلومات مهمه. طبعا انت فتحت البرنامج خلاص دلوقتي. Now it's more important you have to add your stream to the main screen. طبعا لازم تدخل هنا زي ما انتم شايفين كده add stream. So لازم تدخل الستريم بتاعك للقناه تدوس عليها add stream كده دخلت تمام للقناه الاساسيه. بعد كده دي الخطوه المهمه you have to go live. لو عملت بس add stream وما عملتش live يبقى انت ما طلعتش live. يبقى حضرتك بعد ما تعمل add stream so after you add your stream to the main screen you have to click go live. Now once you click go live now you are live on your YouTube channel. اول ما تعمل live على الفيديو اما تكليك live كده انت ايه live على اليوتيوب channel بتاعتك تمام كده. اتمنى ان هو الفيديو طبق الفيديو يعجبكم تماما. So definitely I hope you like this video. If you need me to do this slower or you have any things you want me to talk about it or elaborate on it more I'll be happy to do so. طبعا لو حابين ان انا اعيد تاني الفيديو او ان انا اعمله بطريقه ابطا او بردك لو في اي تعليقات انا حبيبي انا سعيد طبعا سيبوا لي تعليقاتكم وانا من حقي وانا هعمل لكم الفيديو تاني مره تانية. اتمنى ان هو يعجبكم طبعا. I hope you like this video. So and please don't forget to like, comment, subscribe, hit the bell to be notified, share, recommend our channel. Always definitely welcome to the galleys. طبعا من فضلكم ما تنسوش تفعلوا الجرس تعليقاتكم واقتراحاتكم كمان. اهلا وسهلا بيكم دايما مع الغالي.